في مصر أصبحت ديوانية طلبة الكويت في القاهرة متنفسا للطلبة الكويتيين الدارسين هناك، حيث تعتبر هذه الديوانية ملتقا ثقافيا واجتماعيا للطلبة، يخرجهم من أجواء الضغط الدراسي إلى أجواء عائلية كويتية أصيلة. دعما للطلاب الكويتيين في مصر، افتتحت ديوانية الطلاب الكويتيين بالقاهرة، وذلك برعاية مجموعة من رجال الأعمال الكويتيين المهتمين بمساندة الطلاب الكويتيين في رحلتهم التعليمية في مصر. الديوانية مثل ما انت شايف يعني هي نوع من الثقافة الكويتية، حاولنا أن ننقلها إلى جمهورية مصر العربية من حيث الشكل والمبدأ فيها، وحبينا أن نحط مكان أو متنفس للطالب بعد يعني زحمة الدروس والأسئلة والصعوبات اللي يمر فيها من خلال الغربة، وهي إن شاء الله ما هي غربة، يعني الكويت ومصر لله الحمد بلد واحد، وهذا المكان قد حاولنا أن نضع فيه للطالب المتنفس اللي يفرغ فيه كل التعب، في النهاية يكون موجود هنا في فرحته بين أخوانه وأصحابه وأشقائه من أهل الكويت. ديوانية الطلاب الكويتيين بالقاهرة تهدف إلى تقديم دعم أكثر للطلاب الكويتيين في مصر، سواء على المستوى العلمي والثقافي أو حتى الترفيهي. بالنسبة للديوانية يعني يفتح للأبناء القبيلة، يفتح من غير خارج أبناء القبيلة من أبناء الكويت، وهذه عشان إنه يتواصلون أبناء القبيلة تواصل يعني رفه عليهم في الغربة في الأوقات هذه. راح تكون عندنا مثلا أسبوعية فعاليات جوائز مسابقات جميع أنواعها. نجاح فكرة الديوانية في مصر يعزز دور رجال الأعمال الكويتيين في مساندة العملية التعليمية للدارسين الكويتيين خارج وطنهم، كما أنه يقدم نموذجا يمكن أن يقتدى به في دول أخرى. لنا في دولة الكويت الداعم الرئيسي لهم من ممثلة في وزارة التربية والتعليم العالي، وكذلك هم رجال الأعمال الذين استشعروا مسؤولية هذا العمل وهذه المسؤولية، ودعمهم خير نبراس لنا. فيها تشعر وكأنك في قلب الكويت لكنك في أرض الكنانة. ديوانية الطلاب الكويتيين فكرة جديدة تقدم أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية بسواعد شباب الكويت وبرعاية رجال أعمالها. محمد رشاد، القاهرة، تلفزيون الكويت.